أهلا بكم من جديد إلى الأخبار العربية والعالمية. نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت 3 أسابيع، في وقت تبادلت فيه الكوريتان إطلاق النار حول الحدود اليوم الأحد حول موقع حراسة تابع للجنوب، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع في أول تقرير عنه خلال ظهوره في مناسبة عامة منذ 11 من أبريل. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود، وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ويمثل تبادل إطلاق النار أحدث مواجهة بين الكوريتين وهما في حالة حرب من الناحية الفنية. بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ إبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية. ووقع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد 3 انتخابات لم يفز فيها أي منهما. ووفقا للاتفاق يتولى نتنياهو اليميني الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهر ثم يسلم زمام الحكم لجانيتس المنتمي لتيار الوسط. قال وزير الاقتصاد الياباني ياسو توشي نيشيمورا إن اليابان قد تخفف بعضا من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا بالسماح لأماكن مثل المتنزهات والمتاحف باستئناف نشاطها شريطة اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة. وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من الموعد المتوقع أن تعلن فيه الحكومة تمديد حالة الطوارئ بعد بذل جهود كبيرة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 15,589 شخص وأودى بحياة 530 آخرين في اليابان. وقال نيشيمورا في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد: ما دامت التدابير الوقائية السليمة مطبقة يمكن تخفيف بعض من القيود الحالية على الأنشطة الاقتصادية. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة ذا صن إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا. وعاد جونسون إلى العمل يوم الاثنين الماضي بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس. ونقلت الصحيفة اليوم الأحد عن جونسون قوله كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين، كانت لحظة صعبة لن أنكرها. وقال جونسون إنه خلال الفترة التي كان فيها في عزل ذاتي قاوم فكرة الذهاب للمستشفى، وأضاف: كنت في حالة إنكار لأنني كنت أعمل وواصلت عقد تلك الاجتماعات عبر وصلة الفيديو، لكنني شعرت حقا بالتوعك. تعتزم إيران إعادة فتح المساجد والمدارس في المناطق التي استمر خلوها من فيروس كورونا مع بدء حكومة الرئيس حسن روحاني تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس. ومع إغلاق المساجد وحظر التجمعات الدينية منذ منتصف مارس في البلد الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في الشرق الأوسط، لجأ الإيرانيون إلى متابعة الفعاليات الدينية في شهر رمضان من داخل سياراتهم. وقال روحاني في اجتماع نقله التلفزيون: سيعاد فتح المساجد في 132 مدينة وبلدة بيضاء أو منخفضة الخطورة اعتبارا من غد الاثنين. ستستأنف إقامة شعائر صلاة الجمعة في هذه المناطق أيضا، لكن كل هذه الخطوات ستتخذ عبر احترام البروتوكولات الصحية. قال متحدث باسم الشرطة في إندونيسيا اليوم الأحد إن الشرطة في إقليم مالكو الشمالي اعتقلت 8 أشخاص على صلة باحتجاج عمالي تحول للعنف في مشروع لإنتاج النيكل تديره شركة
إيرامت الفرنسية وتيسينغ شان الصينية. وأضاف المتحدث أن تجمعا في الأول من مايو أيار للمطالبة ضمن مطالب أخرى بإغلاق المنطقة الصناعية في ويداباي خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد تحولت للعنف بتدمير متظاهرين لممتلكات الشركة وسرقة أغذية. وذكر عبر الهاتف أن الشرطة حددت 8 من المشتبه في تورطهم في أعمال العنف بينما تستجوب 4 آخرين. وقال إن مطالبات العمال شملت رفض التسريح والدعوة لدفع الرواتب كاملة خلال الإغلاق المقترح، إضافة لوقف نقاشات برلمانية بشأن مشروع قانون يدعو لخفض حاد في تعويضات التسريح من العمل.